تعطل التعويضات المالية عن الجفاف وانعدام البذور وأخرى عراقيل يتخبط فيها فلاح والمنطقة الجنوبية لولاية سوقهراس، الأمر الذي حال دون تمكينهم من ممارسة نشاطهم الفلاحي. المنطقة هذه قاسها الجفاف العام الماضي بنسبة ما تتراوح ما بين 80% حتى 100%. المشكل وشي هو أن تعويض الجفاف هذا ما كانش الفلاحين، راي معظم الفلاحين نقولوا 50% راي مهيئة الأراضي نتاعها ومش زرعة الأساسية، لا راي ما عطتناش زريعة على أساس ما عندناش قروض الرفيق اللي ما وافقتلوش البنك وكذا، وكان فلاحين أخرين مسالين وما دعمتهمش البنك. بوم سيد الوزير أنه يتدخل وشوفوا لنا راسنا من رجلينا. مشاكل دفعت أيضا بالفلاحين لشراء بذور فاسدة من تعاضدية الحبوب في السوق السوداء، ما يؤثر سلبا على محاصيلهم الزراعية. حبوب هذه CCLS، هذه 20 عام CCLS، هاي زريعة فاسدة. وفي انتظار رد الوزارة الوصية بخصوص مشكل الفلاحين، يقول مدير المصالح الفلاحية: بالنسبة للمشكل المطروح من طرف فلاحي ولاية سوقهراس بصفة عامة هو قضية التعويض عن الجفاف. احنا كما ذكرت قلنا بأنه الإدارة الشيء اللي عليها دارته أعادت الملف وضعت على المستوى المركزي. بين معاناة الفلاحين واعتراف المسؤولين بالوضع، تبقى أضرار الجفاف تخيم على المنطقة.